السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الأرقام الانتخابية وتد آخر لاستحقاقات المحلية ومقدمة لطباعة الأوراق الانتخابية. سد الموصل تأكيد أمريكي وتفنيد عراقي، مخاوف الانهيار على الإنسان والأثر. حياكم الله مشاهدي الأحبة. استعدادا للانتخابات المحلية تواصل مفوضية الانتخابات تحضيراتها اللوجستية وفق جدول العمليات. أرقام انتخابية للكيانات والتحالفات السياسية والمنفردين الراغبين جميعهم في دخول المنافسة لاستحقاقات المحلية، وجميع هذه العمليات تمت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الشؤون الانتخابية وأيضا منظمات المجتمع الدولي فضلا عن وسائل الإعلام. فالوصول لهذا الحد من الإجراءات العملية يبعث برسائل ثبتت أوتاد الانتخابات للخريف، ولا شك أنها لاشت كل فرضيات التأجيل وأصبح الجميع أمام التنازل. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، فمنذ 10 سنوات تتوالى التحذيرات من خطورة سد الموصل واحتمالية الانهيار، أكبر سدود العراق والرابع على مستوى الشرق الأوسط، معرض لتكرار كارثة درنة الليبية حسب التقارير الصادرة من الشبكات الأمريكية اللي تضع في مرتبة الأخطر على مستوى العالم. فأساساته تتطلب حقنا بانتظام بمادة الإسمنت لملء التشققات، وأثر يصل لمخاطر تهدد حياة الإنسان وأيضا مواقع الآثار. غير أن وزارة الموارد المائية فندت تلك المخاطر مؤكدة أن السد في وضع المستقر والمطمئن ولا صحة للتقارير اللي تتحدث عن احتمالات انهياره. هذين ملفين ضمن حصادنا لهذه الليلة راح نناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة وهذا الملف. ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور نديم الجابري النائب السابق والسياسي المستقل. حياكم الله دكتور نديم. حياكم الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالأستاذ دري توفيق الخبير في شؤون الانتخابات. حياكم الله أستاذ دري. إذا تسمح لي دكتور نديم أبدأ مع الأستاذ دري، باعتبار أن يوم أمس قد بدأت وتمت أيضا عملية منح الأرقام للكيانات و المستقلين، شلون تمت عملية توزيع أرقام المرشحين والكيانات والتحالفات أستاذ دريد وفق أي اعتبارات يدوية إلكترونية وفق ما جرى من قرعة أمام الملأ؟ بصراحة كانت هي قرعة عامة يعني وطلع الجميع عليها. هي القرعة كانت مبنية على ركنين، الركن الأول أنه قرعة لأسماء التحالف وقرعة أخرى يعني ما كنت يعني الأولى طلع اسم التحالف والثانية طلع رقم. كان هناك أكثر من 29 حزب و66 مرشح و39 تحالف تقريبا بهذا العدد. كل هذه دخلت في تشكيلة ورقة الاقتراع. هذه الكيانات أخذت تسلسلاتها في قرعة عامة وطلع عليها الجميع وبحضور الكيانات السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدني فضلا عن القنوات التلفزيونية. هذه المرحلة المقبلة سوف تذهب هذه الأرقام اللي حصلت عليها الكيانات إلى هندسة ورقة الاقتراع، هذه تأخذ فترة. نعم. ثم بعد ذلك إلى الطباعة، ومن بعد ذلك تصدر هذه الأوراق الاقتراع، والصور هي تكون مرئية للناس حتى يشوفوها قبل الانتخابات حتى الكيانات السياسية تطلع عليها، وثم تذهب إلى عملية الاقتراع.
دكتور نديم، مجدد الترحاب بحضرتك. ولما نتحدث عن إنجازات المفوضية اللي هي ضمن الجدول العملياتي، هل تعني حسب مراقبتك أن وتدا آخر ثبت لإقامة الاستحقاقات الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات وضمن موعدها وضمن هذه السقوف؟ أريد ننفي جيل ما يقوله البعض. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد من القول أن السحبة اللي تمت بموجبها تحديد أرقام الكيانات المشاركة في الانتخابات، هذه ربما الجزئية الموثوق بها في العملية الانتخابية. هاي غالبا ما تتم في أجواء واضحة وفيها شيء كبير من الشفافية والوضوح. يعني نتمنى أن تدار كل العملية الانتخابية مثل هذه الجزئية. أتمنى أن لا تثار قضايا التزوير والتلاعب مرة أخرى مثل ما أثيرت في الدورات الماضية. يعني أتمنى أن تدار بنفس الطريقة. الشفافية تولد القناعة وتولد الثقة بصناديق الاقتراع. وعلى المفوضية وعلى الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن تتفهم أن نسبة المقاطعة الكبيرة اللي تصل إلى 80% أغلبها آتية من قناعات بأن الانتخابات محسومة النتائج سلفا، وبالتالي يتم التحكم بنتائجها سلفا. فأتمنى هذه المقدمة أن تكون هي يعني المسار اللي تسير بالمفوضية في إدارة العملية متها. يعني ولعل أهم هذه الملامح الناجحة إذا تمكنت المفوضية من إعلان النتائج أول بأول على غرار الانتخابات الأخيرة أو الانتخابات الأخرى اللي تجرى في العالم بين الحين والآخر. ضروري أن نعيد ثقة المواطن بالانتخابات، ولن تستعاد ثقة المواطن بالانتخابات إلا بهذه الشفافية اللي تمت فيها عملية منح الأرقام للكيانات المشاركة في الانتخابات. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا قد يكون هذه السحبة قد تكون أو تولد انطباع بأن الانتخابات تجرى في موعدها المحدد. يعني أنا أعتقد من الصعب أن نعطي حكما قطعيا بأن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد. يعني ربما هنالك أسباب موضوعية أو سياسية ربما تعطينا انطباع باحتمالية التأجيل. يعني منها هنالك على ما أعتقد تغييرات ستجرى على المفوضية، على مجلس المفوضين في نهاية هذا العام، بمعنى أن المجلس الحالي لا يتمكن من متابعة نتائج الانتخابات، ربما يتمكن من إجراءها لكن لا يتمكن من متابعتها، لأنه سيأتي مجلس مفوضين جديد على الأرجح إذا لم يتم التمديد لهذه المفوضية. طبعا هذا الاحتمال وارد. لماذا وارد؟ لأنه المفوضية الحالية لا تعكس التركيبة السياسية كليا، لأنه أيضا بها يعني قسمات صدرية. وأعتقد القوى السياسية اليوم المهيمنة على المشهد السياسي لا تريد يعني بصمات صدرية في لا في قانون الانتخابات ولا في إدارة المفوضية. وهذا قد يسحبنا إلى السبب الآخر اللي يضع أمامنا احتمالية تأجيل الانتخابات. يعني هنالك مساعي لإشراك التيار الصدري في الانتخابات.
يعني لا أخفي على حضراتكم أنه الإطار التنسيقي قلق من ابتعاد التيار الصدري من الانتخابات، وهو يعني فرح بهذه النتيجة لأن أتاحت إلى الفرصة أن يتفرد بمشهد الحكم، لكن أيضا ينتابهم شيء من القلق من تحركات التيار الصدري اللي ربما تستغل أي أو تستثمر أي ثغرة أو أي إخفاق حكومي للتحرك. ولذلك أي مفاوضات مع الصدريين للباقي الانتخابي تتطلب زمن، فهذا الاحتمال أيضا قد يفضي إلى تأجيل الانتخابات إلى العام القادم. طيب، يعني رجعنا إلى الجدول العملياتي، ولكن ما تفضل به الدكتور نديم الجابري دكتور دريد أنه ثقة المواطن. هسه المواطن مرة يكون ناخب ومرة يكون مرشح، لو رجعنا إلى البارحة وتوزيع الأرقام اللي حدث، هل تم تسجيل اعتراضات من قبل كيانات والتحالفات بل حتى المرشحين المنفردين على خطوات توزيع الأرقام الانتخابية لو جرت بسلاسة الأمور؟ لا ما صار هيك شيء، بالعكس كانت العمليه جدا سلسه واضحه وكانت يعني مقنعه للجميع، لانه انت تتكلم على قرعه وكره مغلقه وتفتحها ويطلع رقم بيها، ويعني فماكو اي سبب انه يخليك انه تشكك، وكان الكل حاضر والكل مطلع، فبالنتيجه كانت العمليه سلسه وانتهت يعني انتهت بكل حب وبركه. يعني هذه العمليه ليست في بغداد بل حتى المحافظات المشموله بالانتخابات، الكل يعني كل العراق كان حاضر، كل المحافظات باستثناء اقليم كردستان لانه مو من ضمن الانتخابات، كانت كل الكيانات السياسيه حاضره وشاهدت العمليه بكل بساطه وسلاسه وطلعت النتيجه. ما كان سؤالك حول آلية هل من الممكن تأجيل الانتخابات أو ثباتها؟ طبعا بالبداية خلي أذكر لك أنه البرنامج الزمني أو الجدول الزمني اللي تمشي عليه المفوضية ساري وبسماحاته وما بأي مشكلة لحد الآن، لأنه تمشي خطواته طبيعية جدا، هذه من ناحية رغم التحديات اللي صارت عندهم من تحديث بايومتري من تمديد من كذا، لكن ضمن السماحات فالأمور لحد الآن هي إيجابية. واحدة من الأمور اللي تفند فكرة تأجيل الانتخابات، يمكن أنا شوية راح أختلف هنا، قانون الانتخابات قانون 4 لسنة 2023 أنص بطياته على موعد الانتخابات، لو إحنا ذهبنا إلى تأجيل الانتخابات فيجب علينا أن نرجع للقانون ونسوي عليه تعديل، هاي من ناحية. ناهيك أنه نقطة ثانية أنه تم صرف مبالغ وتهيئة وعقود واتفاقات، بالنتيجة إحنا إذا رحنا إلى تأجيل عملية انتخابية هذا راح يكلفنا يعني راح يكلف ميزانية بالموضوع، تكلفة إضافية مالية. أمر المفوضي اللي تفضل به الدكتور الجابر يعني يفترض بأنه لا تكتمل العملية الانتخابية بإعلان النتائج، حتى إذا تمت إعلان النتائج عمر المفوضية يسمح بتغطية الاعتراضات على النتائج؟ طبعا هذا الموضوع ذكرناه سلفا وقلنا أنه المفوضية تنتهي عمرها في بداية العام المقبل، لذلك كان الانتخابات محددة على أن لا تزيد عن 2012، فتم تحديدها في تاريخ 18/12، هذا ينطي مجال أنه تطلع النتائج. هنا راح تبقى عندنا مشكلة واحدة، العمر المفوضية إذا لا سامح الله هناك شكاوي وطعون وكذا ممكن يكون هنا أكو مشكلة عندنا، لأنه المصادقة على العملية الانتخابية حصرا بيد المفوضية. لكن الجو نشوفه اليوم هو جو صحي، الكل يرغب بالانتخابات، الكل يتابع، فإحنا نتأمل أنه بعد الانتخابات وفق ما ذكر القانون أنه على المفوضية أن تعلن النتائج باليوم الثاني خلال 24 ساعة، لذلك اليوم ملزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة لأنه هذا ما أحكمها به القانون، فأتصور أنه يعني ما راح تطول العملية وتخلص نتائجها بأسرع وقت ممكن. طيب دكتور نديم، أشار الأستاذ دريد بأن عملية توزيع الأرقام حسب يعني القرعة جرت بسلاسة وما حدثت بها أي إشكالات. طيب هنا نتحدث عن الرقابة الدولية وشركاء العملية الانتخابية كانوا حاضرين، شنو اللي يضيف وجود هذه العناصر لشفافية الإجراءات بصورة عامة الممهدة للاقتراع ما دام أنها إجراءات سهلة وسلسة، ليش حضرت هذه المنظمات الدولية؟ يعني أولا
يعني هو من المتوقع أن تكون السحبة على أرقام التحالفات، من المتوقع أن تكون سلسة ولا تتضمن أي مشكلة، وهذه ليست بجديدة. يعني كل السحبات اللي جرت في الدورات الانتخابية الماضية كلها كانت سلسة وشفافة وطبيعية، لأنه حقيقة هي مجرد أرقام، يعني لا تضيف للتحالفات أو الكيانات المشاركة في الانتخابات أي شيء. يعني حتى الأرقام المميزة هي أصلاً ملغاة من قاموس المفوضية. الحضور الدولي هو بلا شك نوع من أنواع الدعم، يعني هو لا يتوقع الأطراف الدولية، لا تتوقع أن هنالك تلاعب في الأرقام، لأن العملية شفافة وتجرى أمام ممثلي الكيانات، يعني مو بمعزل، يعني ماكو انتقالة مثل صناديق الاقتراع، اكو مراكز انتخابية وينتقل الصندوق منا ويروح منا ويتغطى منا، وبالتالي اكو فرصة للتلاعب بصناديق الاقتراع. هذه ساحة مكشوفة وصناديق مكشوفة، وبالتالي يعني ليس هنالك دلالة للرقابة الدولية على هذه العملية سوى الدلالة الاعتبارية بأنه احنا داعمين للمسار الانتخابي بالعراق. يعني لا أعتقد أنه يحمل معنى أكثر من هذا. طيب، بدأت الأرقام أستاذ دريد ما بعد الرقم 100، يعني شنو السر بهذا الموضوع؟ وأيضا والله استبعاد رقم 156 هذا أيضا تم الاتفاق عليه في الانتخابات السابقة، ليش اختاروا هاي الأرقام وهاي التسلسلات؟ طبعا بدأت التسلسلات بعد رقم 100 في سبيل أنه يكون رقم أوضح ويكون متكون من ثلاث أرقام، لأنه مثل ما ذكرت لك حتى يكون واضح في ورقة الاقتراع، هذه من ناحية. من ناحية ثانية موضوع ال 56 اللي ذكرته أنت هو رقم محرج للناس بصراحة، ويعني بيفد علامة سلبية عند الناس، فلهذا السبب رفعت الحرج المفوضية عن الكيانات السياسية حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التنمر على قائمة أو على مرشح، لأنه حتى بالتسلسلات مالت القوائم هم من رفع هذا الرقم. وهذا حقيقة في شيء إيجابي، أنه هذا معناته أن المفوضية تتابع الشارع وتتابع ردود أفعال الناس. تمت الموازنة بين التحالفات والكتل السياسية والمنفردين، يعني بسحب الأرقام حتى يكون هنالك يعني تجاوز أو غبن حق الصغير على الكبير. شوف، موضوع الموازنة كانت واضحة جدا، وقلت لك انه القرعة اصلا بدت اول اسم كان مستقل، طلع الاسم مالته بالقرعة، لكن الموضوع مو هنا، الموضوع حقيقة اريد اوصل لك اياها الفكرة ببساطة. لما انت لما تتكلم عن التوازن ما بين تحقيق العدالة والموازنة بين المرشحين، هذا مو شغل المفوضية، هذا كان شغل قانون الانتخابات. للأسف قانون الانتخابات، قانون 4 لسنة 2023، رغم صرامته في موضوع العدوى الفرز ورغم إغلاقه لكثير من منافذ التلاعب والتزوير، يعني قانون حقيقة جدا رصين في هذا المجال، لكن كان ينقص شيء مهم، وهو لا يوجد شيء اسمه سقف الانفاق المالي للدعاية الانتخابية. لذلك المفوضية كتبت إجراءات في هذا المجال، لكن مدى قوة هذه الإجراءات يعني أنا أشوف أنه كتبت هي إجراءات وعممتها أيضا المفوضية، وحتى موجودة على صفحتها، وأنا من خلال قناتكم أتمنى أن الكيانات السياسية والمرشحين أن يطلعون على صفحة الخاصة بالمفوضية فيشوفون ما مكتوب حول سقف الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية وإجراءات المفوضية. حقيقة لكن السقف كان عالي جدا، يعني لأنه هو السقف يتكلم عن 250 دينار لكل ناخب. أنا في بغداد على سبيل المثال عندي 3 مليون و500، أضربها في 250 يطلع تقريبا بحدود 800 ألف أو 700 وكسور مليون، أضربها في عدد الناخبين، العفو المرشحين اللي هم 98، فيطلع بحدود 8 مليار. 98 في بغداد مرشحين أكثر من أي نعم، لأنه القائمة عندنا ضعف عدد المقاعد، فأنت عندك 49 في 2 يطلع 98.
فتخيل يطلع رقم بحدود 8 مليار، انا اشوفه سقف عالي جدا. لهذه فد ملاحظه احنا طبعا. نعم، ضمن هذه الملاحظه تؤخذ بنظر الاعتبار، ولكن اذا ما رجعنا الى يعني اجراءات المفوضيه دكتور نديم، يعني عدد المرشحين اللي شملوا باجراءات المساءله والعداله يمكن ما يتجاوزون 3 أشخاص. هذا الشيء نقدر نقيسه بانه عدم استخدام هاي الادوات في ابعاد المختلف وابعاد الضدي؟ لا، ما اعتقد يعني هذا السلاح سقط، وانما صار هنالك يعني تقاليد معروفه لدى المرشحين. نعم. يعني المرشح اللي عنده انتماءات سابقه صار يعرف ان هنالك معلومات متوفره في الهيئه، وبالتالي ممكن ان يقصى في ضوئها. هذا المشهد تكرر في كل الانتخابات، لكن فعلا يعني انا اتفق مع جنابك، هذه اول مره تكون الاعداد محدوده، وهذا راجع الى انه الاحزاب والمرشحين على حد سواء عرفوا شويه قواعد اللعبه وقواعد المشاركه، وبالتالي ما عاد يزجون بمرشحين مشغولين بقانون المساءلة والعدالة إلا ربما تأتي سهوا أو غفلة، يعني صارت حالتين ثلاثة. فلذلك يعني هذا مؤشر على أن الأفراد والأحزاب بدأوا يعرفون تقاليد الانتخابات أو متطلبات الانتخابات ويلبوها، يعني مو فقط هاي، حتى في قضية الأدلة الجنائية أيضا لاحظ أنها أيضا ربما تكون محدودة أو منعدمة. هذا كله راجع لأنه صار أكو فهم أكثر لمتطلبات الترشح للانتخابات. ما راح يتكرر كل كيان منا يتكرر تلقى عنده مجموعة إما تحت طائلة المساءلة والعدالة أو طائلة القيود الجنائية. تم تجاوز هذه المسألة ربما مع مرور الزمن، صار هنالك معرفة في تقاليد الانتخابات وشروطها ومتطلباتها. طيب، خلال هذه المدة أستاذ دريد، يعني إذا انسحب أحد المرشحين أو أحد مرشحي الكيانات السياسية أو حتى لو ربما كيان سياسي، راح تأثر هاي العملية على تراتبية الأرقام الانتخابية باعتبار أن الإجراءات القانونية الخاصة بالمرشحين لا تزال مستمرة؟ بالمناسبة سؤالك كلش مهم، وإحنا بنوضح للإخوان المشاهدين، المفوضية فتحت فترة للانسحابات وتم إغلاقها قبل القرعة، لذلك اليوم لا تستطيع أي كيان سياسي أو أي جهة سياسية أو أي مرشح من الانسحاب، لأنه انتهى فترة التقديم والانسحابات. اليوم دخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة هندسة ورقة الاقتراع، بعد ذلك راح نذهب إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة طباعة الورقة. ما ممكن هذا الشيء يصير، لأنه كان أكو فترة مسموح بها الانسحاب أو الدخول، وبعد ما انتهت ما ممكن هذا الشيء يتم. طيب، هنا أنا أيضا نتحدث عن اللي شملوا بالمساءلة والعدالة على سبيل المثال، راح يكون يعني في ترتيب معين مثلا نفس الكتل تقدم مرشحين آخرين لو أكو طريقة معينة؟ ببساطة اللي تم بالنسبة للمستقلين تم النظر في موضوع المساءلة والعدالة قبل القرعة. أما الكيانات السياسية سوف تبلغ الكيانات السياسية في حالة أنه شمل، هذا الإجراء دائما نسوي المفوضية في حالة شمل أحدهم في موضوع المساءلة والعدالة، راح يبلغ الكيان السياسي وينطوه مدة للاستبدال، صور 48 ساعة وكذا، ما أعرف يعني حسب تقدير المفوضية بعد هذا راح يكون، ويتم استبداله. لكن خلي ببالك فد شغله، ورقة الاقتراع هذه المرة لا تكتب بها أسماء المرشحين في القوائم، راح يكون فقط أرقامهم، لذلك هذا ما يأثر على هندسة ورقة الاقتراع. فاهم قصدي؟ أنه راح ينكتب الكيان، لأنه اليوم الكيانات اللي تم القراءة عليها هي كيانات مستوفية الشروط، بقت المرشحين مالتها. إذا كان هناك استبدال في مرشح، فالمرشح أصلا اسمه ما مكتوب في هندسة ورقة الاقتراع، مكتوب بس الرقم مال التسلسل. أنت من تروح تنتخب هسه راح تأشر على الكيان وتأشر على رقم المرشح اللي أنت ترغب تنتخبه. نعم.
دكتور نديم، يعني ما طرح في إجابة سابقة الأستاذ دريد حول بعض المخاوف اللي تثار على الانتخابات، على سبيل المثال نأخذ موضوعة الأموال اللي تنفق، وهذا السقف من الأموال. هنا راح ندخل في موضوعات جانبية أخرى مثل المال السياسي واستغلال المنصب وغيرها من هذه التفاصيل. يعني بلا شك هو طرق التلاعب بالانتخابات هي مو فقط تعتمد على تزوير النتائج والتلاعب بالورقة الانتخابية، وإنما هنالك يعني خطوات قبلية وخطوات بعدية للتلاعب بنتائج الانتخابات. يعني تبدأ عملية التلاعب بالانتخابات من تشريع قانون الانتخابات، ومن ثم من تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات. إذا تم سن قانون للانتخابات على مزاج الأحزاب الحاكمة، يعني يفتقر للصفة الموضوعية مثل ما موجود الآن، يعني تم تغيير القانون لأنه اليوم الأحزاب الحاكمة تشعر أنها تضررت من الدوائر الصغيرة، فغيرت النظام القانون بقانون جديد يتسق مع حساباتها ومع مصالحها. هاي طريقة من طرق التلاعب بالنتائج. لذلك أولى خطوات الطعن هو تفصيل قانون الانتخابات على مزاج الأحزاب الحاكمة، ومن ثم قضية تشكيل المفوضية. تبدي المرحلة اللاحقة، المرحلة اللاحقة للانتخابات، يعني غير التلاعب بصناديق الاقتراع والورق الانتخابية، يدخل المال السياسي كأحد المؤشرات على تزوير أو التلاعب بالإرادة العامة للناخب. طبعا عدم وضع سقف معين للدعاية الانتخابية هذه ثغرة ممكن أن ينفذ منها ذوي المال، ولذلك صار هنالك قناعة أنه اللي يدخل انتخابات يجب أن يكون لديه مال. يعني صعب أن يدخل مرشح لا يمتلك حد أدنى مقبول لخوض الانتخابات. فتستثمر الحقيقة المناصب، قدرات الدولة، المال يستثمر بقوة في الانتخابات، ومن الصعب ضبط إيقاع هذه الاختلالات. يعني حتى لو أن المفوضية وضعت ضوابط، لكن لا تستطيع أن تستدل على مصادقها. يعني أنت شلون راح تعرف المفوضية حجم الدعاية الانتخابية لهذا المرشح أو ذاك، أو لهذا الكيان أو ذاك؟ وبالتالي هذه فعلا هي واحدة أو لعلها من أهم المآخذ اللي تسجل على الانتخابات. لا يوجد خط شروع موحد بين المرشحين كأفراد والمرشحين ككيانات، وواضح حتى بين الكيانات هنالك كيانات لا تمتلك المبالغ الكافية لتسديد الرسوم اللي تدفع للمفوضية، بينما هنالك كيانات تستطيع أن تنفق ملايين الدولارات على دعايتها الانتخابية، وهذا أيضا يطعن بالانتخابات بشكل أو بآخر. يعني كنت أتمنى أن يصير تمويل الحملات الانتخابية من الدولة، بحيث لا يجوز أن يرتفع حجم الدعاية الانتخابية عن المبلغ المخصص من الدولة. يعني لو كان مخصص مبلغ معين لكل مرشح، تدفع الدولة بدل ما تعطي مجال للأثرياء. ولذلك صارت عندنا ظاهرة إذا حضرتك تلاحظها، صار يعني أصحاب المال، أصحاب رؤوس الأموال تحولوا إلى زعماء سياسيين، وهذه ظاهرة في غاية السلبية. هذه تمس جوهر الانتخابات وتمس الديمقراطية. الآن كثير من التجارب تشوفها ارتكزت شخصيات بلا تاريخ سياسي، بلا خلفية سياسية، بلا كفاءة، لكنها تمتلك المال، وعن طريق المال تحولت إلى زعامة سياسية
وإلى رقم على الطاولة الوطنية، وهذا كله اختلال حقيقة في العملية الانتخابية. هذا أشكرك شكرا جزيلا. لا يؤسس لدولة رصينة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نديم الجابري النائب السابق والسياسي المستقل ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الشكر الكثير لحضرتك أستاذ دريد توفيق الخبير في شؤون الانتخابات أثريت الحوار في هذا الملف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. سد الموصل تأكيد أمريكي وتفنيد عراقي، مخاوف الانهيار على الإنسان والآثار. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو الأستاذ تحسين الموسوي الخبير المائي، حياك الله أستاذ تحسين، وكذلك الدكتور خالد الشمال ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية المتحدث باسم وزارة الموارد المائية من بغداد، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ تحسين، لو قارنا سدي درنة والموصل، المقارنة واردة أم أنها بعيدة عن الواقع من وجهة نظرك؟ بالبداية تحية لك أستاذ ولمتابعيكم الكرام ولدكتور خالد. بالحقيقة احنا نتكلم اليوم وجه المقارنة عن التطرف المناخي أم عن الكوارث الطبيعية التي تحدث. بالنسبة الآن أكو تغيير كوني، لكن الحديث اللي كثر على سد الموصل وخاصة هو ليس بالجديد، يعني يمكن دكتور خالد هو صاحب الشأن ويعرف كل زين أنه هذا يعود منذ خمسينيات القرن الماضي. كل الدراسات أشارت على أنه وضع السد الجيولوجيا في هذه المنطقة لا تسمح، لذلك عند تشغيل السد أصلا كانت هناك مشكلة في حدوث التشققات والمغارات وما يسمى، كون أنه الأسس على أرض جبسية. بعد ذلك استمرت وزارة الموارد المائية وزارة الري سابقا في عمليات الحقن اللي أكثر من شركة وآخرها الشركة الإيطالية. الحديث اليوم عن أنه هناك انهيار في سد الموصل، صحيح سد الموصل حاليا مؤمن. أولا سد الموصل تعرف احنا الموسم الرابع على التوالي، وعبرنا الموسم الرابع على التوالي، نعاني من جفاف، وجفاف على مر التاريخ، يعني ما ضربت الدولة العراقية هكذا عملية جفاف، بحيث وصلنا إلى استخدام الجزء الميت، واليوم المتوفر بالخزين في سد الموصل أعتقد بيتجاوز 3 مليارات متر مكعب. لكن في الحديث عن الكوارث الطبيعية وعن المتغيرات أبعدنا الله عنها، وإن شاء الله اللهم يحفظ العراق وأهله، أكيد نعم الحديث عن سد الموصل، وهذه تقارير وزارة الموارد المائية ووزارة الري سابقا وكل الشركات اللي عملت بها على أنه سد الموصل بين الفينة والأخرى تحدث به تصدعات. اللي حدث بدرنا كان سقوط كبير جدا بالنسبة للأمطار، يعني تعدت 400 ملم، حقيقة هي من الكوارث الطبيعية، ونسأل الله أنه يرفع هذا البلاء ونعزي الشعب الليبي حقيقة بالضحايا وما وصل إليه الأمر. الحديث عن سد الموصل أيضا الدكتور خالد يعرف جيدا أنه كانت هناك يعني العملية البديلة أو لدرء خطر لا سمح الله إذا انهار سد الموصل، هو كان سد بادوش. سد بادوش توقف العمل به عام 90 لعدم توفر السيولة المالية وغيرها، بعد 2003 ما كمل هذا السد اللي أنجز بحدود 50 أو أقل من 50%. كان المفروض خاصة وأنه نتيجة تصدع سد الموصل أن يتم، فعدة مرات التخصيصات المالية، يعني لاحظنا على كل الحكومات المتعاقبة كان هناك في قضية المقصرية وضعف التخصيصات. ولكن خليني أذهب إلى الدكتور خالد الشمال،
دكتور خالد حياك الله مجددا. ويتحدث الأستاذ تحسين الموسوي عن هذه المقارنة بين درنا والموصل، ولكن نتحدث عن الموصل، ليش كل عام تتجدد مخاوف انهيار سد الموصل؟ شنو السبب برأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام ولضيفك العزيز الأخ الأستاذ تحسين. لك كل التحايا. حقيقة سد الموصل هو أحد أهم منشآت البنى التحتية لهيئة العامة لسد الخزانات، وهو أحد أهم يعني منشآت الأمن المائي العراقي باعتباره أكبر سد العراقية خزن حاليا. مثل ما ذكرت يعني بتقريركم ومثل ما اتطرق الأستاذ تحسين، لا وجود لمقارنة بين ما حدث في سد درنا وسد الموصل. سد الموصل هو سد كبير، سد خزني، سد لتوليد الطاقة الكهربائية. هذا سد خزنه يزيد عن 11 مليار متر مكعب، الآن فيه أقل من 30% من هذا الخزين، وبالتالي هو مناوهة عنها. هي أعمال مرتبطة بأعمال تشغيل السد، منذ اليوم الأول لتشغيل السد ابتدأت أعمال التحشية. هذا الهدف من عندها هو الصيانة الدائمية للسد لمعالجة المناطق الكلسية الموجودة أسفل أسس السد، وبالتالي حقن هذه يعني الصخور الذائبة بمادة السمنت والبونتونات وبعض المواد المضافة تضمن سلامة السد. منذ سنوات قريبة يعني نفذت وزارة الموارد المائية أعمال تأهيل وصيانة متقدمة للسد بالتنسيق والتعاون مع شركة تريفي الإيطالية وفريق المهندسين الأمريكان، بالإضافة إلى كادر يعني الهيئة العامة لسد الخزانات. الكادر الموجود بالسد هو من خيرة كوادر وزارة الموارد المائية، والسد مراقب ومؤمن بواسطة متحسسات بيزومترات. هذه البيزومترات مرتبطة بجسم السد وبالمنطقة المحيطة والمساحة المحيطة به، ما يقارب 1500 متحسس يتم مراقبتها على مدار الساعة. لذلك يعني كما تحدث عن الوزارة، أحب أطمئن كل يعني المواطنين العراقيين أن سد الموصل هو سد آمن ويدار بطريقة مهنية، ولا غبار على طريقة تشغيل وصيانة السد، ولا توجد أي وقائع ومؤشرات جغرافية أو هندسية أو علمية أو حتى مناخية لوجود مشكلة في السد. على النقيض من ما حدث في سد درنا، سدين صغيرة مجمل خزنهم لا يتجاوز 22 مليون متر مكعب، وأنا أتكلم عن سد الموصل 11 مليار متر مكعب. لا يوجد مقارنة بين السدين. اللي حصل أن هنالك كمية أمطار وكونت سيول كبيرة ضربت جسمي السدين، وأنا أعتقد السدين كانوا يحتاجون إلى صيانة، أو أنه لم يتم التعامل بتشغيل السدين بطريقة مناسبة تتماشى مع الإيرادات المائية الهائلة اللي وردت على السدين، وبالتالي حدث ما حدث. ومن خلال القناة الكريم يعني نسجل يعني تعاطفنا وتعازينا الى اشقائنا الليبيين. فيما يخص إرادة سد الموصل، مثل ما تعرف جنابك وايضا ذكر الاستاذ تحسين بمقدمته الواقعيه وذكرته بتقريركم المنطقي، العراق مر باربع سنوات جافه، سنه 2020 21 22 وحتى 23، وبالتالي انخفاض كبير في كل مناسيب وحجم المياه المخزونه بكل السدود والبحيرات الخزن الطبيعية. وبالتالي العراق الآن فيه فراغ خزني ما بين 100 إلى 150 مليار متر مكعب. هذا الرقم هو أكثر من 10 أضعاف خزين سد الموصل الكلي، وبالتالي بإمكاننا استيعاب أي موجات فيضانية قادمة. على العكس، نحن نأمل أن تردنا موجات فيضانية كبيرة لتعزيز الخزين في سد الموصل وكل السدود العراقية فضلا عن بحيرات الخزن الطبيعية. طيب. وأيضا زيادة مناسيب عمودي نهر دجلة والفرات. الكلام عن سد الموصل أحيانا أسمح لي دكتور، يعني أسأل حضرتك قد تبلغ مساحة إعلامي مبالغة إعلامية دكتور خالد، قد تبلغ مساحة الفراغات الخزنية لسد الموصل لاستقبال كميات المياه؟ أي مساحة؟ يعني مدة قليلة ونحن مقبلون على موسم الأمطار. هو مو مساحة، سد فجوات أو سد، نعم سد 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 الموصل الخزن الكلي يزيد عن 11 مليار متر مكعب. الان يوجد فيه ما يقارب 3 مليار متر مكعب، اقل من 3 مليار متر مكعب، وبالتالي يعني اقل من 30% من السد هو ممتلئ. هذا يعطيك انطباع انه لا مؤشرات ل يعني امتلاء السد قريبا. نحن نامل ان هذه السنه تكون سنه فيضانيه، وبالفعل كل المؤشرات المواقع المناخ والمواقع العلميه المرتبطه بالتنبؤات
الأحوال الجوية تفيد أنه يعني السنة هذه السنة هي سنة مائية رطبة جدا في دول الجوار المائي في تركيا في سوريا في إيران وفي العراق. دكتور ما دام أن هذا تطمين خلينا نشوف رئيس أستاذ تحسين عملية الإصلاحات والتحشية. أستاذ تحسين يعني أخرجت سد الموصل من تسميته الأخطر في العالم؟ العفو نعم وحضرتك يعني عملية الإصلاحات والتحشية نعم اللي أجريت على سد الموصل هل تخرج سد الموصل من تسميته الأخطر في العالم؟ لا هي بالحقيقة قلت لك يعني إذا أتت لا سامح الله إحنا نتحدث عن تغيير المناخ نحن كل الكلام نتكلم عن سنوات الجفافية مستمرة الآن التغيير اختلف هو تطرف المناخ بالحقيقة يعني تقلباته هي خطرة ولاحظ اليوم وبصورة عامة يعني التغيير الكوني على ليس على مستوى هذا يعني لا سامح الله الحدوث مالته أكيد يسبب كوارث ويسبب أضرار من الكوارث الطبيعية هذه اللي تقع لكن احنا من نتكلم انه مثل ما قال الدكتور وهم أدرى بالأمر انه سد الموصل مؤمن من الناحية الفنية لكن انه سد الموصل انشئ الجيولوجيا والجغرافيا كانت صحيحة لا اكيد هذه ما موجودة وايضا يعرف دكتور خالد انه مؤتمر اسطنبول 2008 كان فخامة رئيس الجمهورية في وقت وزير الموارد المائية وأيضا كان الحديث عن سد الموصل أيضا أكدوا الخبراء والمجتمعون في ذلك الوقت حتى من ضمن الخبراء أمريكان على أنه عملية استمرار الحقن والتحشية في سد الموصل واستحداث تقنيات حديثة من آليات كان هناك أعتقد نقص بالآليات تحدث أيضا عن ضرورة إكمال سد بادوش حقيقة ليكون يعني المسألة نكون في مأمن أكبر يعني سد بادوش ضرورة ملحة اللي بسبب أنه وضع سد الموصل أما الفراغ الخزني تفضل عنه دكتور نعم إحنا الآن لدينا مشكلتنا اليوم بحقيقة بالفراغ الخزني تعرف جنابك مرينا خاصة هذا الصيف كان صيف قاسي جدا كانت ظروف جدا صعبة وخاصة نهر الفرات ولاحظتم المشقة اللي كان انه عمليه نقل المياه من منخفض الثلثال لتغذيه نهر الفرات اللي الضرر اكبر، انا اقول حتى وان كانت سنه مطريه نحتاج الى اعاده املاء الخزانات، نحتاج الى اعاده املاء المسطحات المائيه، نحتاج انا هذه الرساله يعني احب اوصلها انه لا يكون ضغط خاصه في جانب الزراعه والجانب الاخر على وزاره الموارد المائيه، كون اصبح لدينا عجز كبير واثر ايضا على حتى حقيقه على امن المياه. هناك تردي في أمن المياه نتيجة انخفاض المستمر نتأمل أن تكون سنة مطرية أرجع سؤالك بالنسبة لخطورة سد الموصل حاليا مثل ما تفضل الدكتور هو مؤمن لكن مستقبلا ما يعني هذه عمليات التحشية ما ممكن أن تتوقف لأن إذا توقفت راح أكيد يكون تأثير يكون سد الموصل يعني يشكل خطورة بالنسبة لوضعه منذ تصميمه فلذلك أنه الإسراع والضغط على الحكومة في إنجاز سد بادوش يعني هذه نقطة مهمة جدا وأكدت عليها كل يعني أكدت عليها المؤتمرات وأعتقد هو أكثر من برنامج تكون هي هاي طوق النجاة لهذه البروباغندا التي أطلقت يعني دكتور خالد لما يتحدث الأستاذ تحسين عن سد بادوش إبعاد الخطر بالكامل وإزالة التحذيرات اللي تصدرها التقارير الأمريكية شنو نحتاج؟ أكو عندنا متخصصين بهذا المجال يشددون على أهمية وجود سد يسبق سد الموصل اللي هو سد بادوش والفكرة صحيحة حتى نوفر حاجز لسد الموصل لو ما نحتاج الذهاب لهذا الخيار لا هو سد بادوش ليس سد خزني هو سد للصيد لا سمح الله في حالة انهيار يعني سد الموصل هو سد أحد سدود يعني سد للصد وهذه يعني موضوع يعني فلسفي خاضع الاحتمالية بعيدة جدا أنت تتكلم عن سد الموصل أعمال التحشية بسد الموصل ليست لمعالجة خلل أو عيب أعمال التحشية هي جزء من عملية تشغيل سد الموصل الجهة الاستشارية اللي أنشأت أو صممت الأسس لسد الموصل على هذا المكان الموجود به السد كان ضمن توصياتها أنه عندما يشغل السد منذ اليوم الأول تشغيل السد يتم تقوية وتدعيم التربة الصخرية اللي أسفل أسس السد بالحقن بمادة
السمنت والبونتونايت وبعض المضافات الأخرى. هذا أمر مرتبط بتشغيل السد، يعني لا ليس ليس هذا العمل هو لإصلاح عيب في السد نفسه. وبالمناسبة يعني حتى تكون مطمئن، هنالك المئات والعشرات المئات من كوادر السد موجودين، قسم منهم موجودين في نفق التحشية اللي هو يقع تحت السد، وقسم موجودين على السد، وقسم وهنالك مجمع سكني، هنالك كوادر كثيرة للوزارة موجودة بسد الموصل. وكما يقول المثل العربي أهل مكة أدرى بشعابها، سد الموصل من خلال قناة الكريمة سد مؤمن وسد يعمل بطريقة مهنية وطريقة هندسية ولا غبار عليه. أما التقرير اللي ذكر بأحد الشبكات المغربية عن مختصين أو باحثين قسم أمريكان وقسم الجنسيات أخرى، أعتقد هذا الموضوع كان هو مناقشة سيناريو في حال انهيار سد الموصل، وهذا ما جعلنا نناقش هذا الموضوع حتى لا تصل معلومة للمواطن من منبعها الرئيسي. نعم. إذا أسمح لي دكتور خالد، الدقيقة الأخيرة أمنحها للأستاذ تحسين إذا تسمح لي. التقرير يستكمل أستاذ تحسين، التكميل يستكمل احتمالات الانهيار ويصل إلى حد موت الإنسان، وأيضا خلي خطين جواها وتدمير الآثار. يعني شوف قاموا يدخلون بها كثير من المسائل. ردك على هذا الطرح. يعني احنا اذا نريد نتحدث على الانهيار، على الانهيار لا سامح الله، او مثل ما لكن احنا نقول انه مؤمن، يعني خلينا نوقف عند هاي النقطه. اذا تحدث عن الانهيار ويكون السد ممتلئ، اكيد حيكون له تاثير بيئي، حيكون هناك اكثر من مليون شخص مشردين، حيسبب اضرار كبيره جدا. هذا في حال انه في حال انهيار السد. لكنه ما دام السد مؤمن، ومثل ما تفضلت وخاصه بالوقت الحالي احنا نتحدث، لا يوجد خطر. لا يوجد. اما بالنسبه لتقلبات المناخ لا سمح الله والظروف الطارئه والكوارث، يحتم علينا مثل ما تفضل الدكتور ان يكون هناك صد، واللي هو سد بادوش. وهذه طبعا حتى التقارير اللي خرجت اصلا هي من الشركات اللي دعتها وزارة الموارد المائية، أغلب الشركات والخبراء، يتذكر أستاذ خالد الشركة الألمانية الفرنسية كل هذه طبعا. وبنفس الوقت أنت أيضا ما نقدر ننسى أنه هناك تأمين طاقة كهربائية من سد الموصل بحدود 750 ميجا وات. هناك يعني أمور كثيرة، يعني أهل مكة أدرى بشعابها حسب تعبير الدكتور خالد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ تحسين موسى والخبير المائي، أثريت الحوار في هذا الملف. ضيفا كرمي في الاستوديو، وانضممت معي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية من بغداد. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا كارم، وشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.